احنا مع الدولة الإسلامية بكل شيء، نقاتل الأعداء، نقاتل الروافض ونقاتل البيشمركة. او سروك عشيرة عربي موصل كل دامي هاتنا تقدرن داعش بوي باجاري بيعد بي داعش دا اوراق هات بهمو اوايكي مل بمل داعش شري دجي بيشمرگا دكن نهاب آزادانا لهولي ري دجيتنو وزراتا بيشمرگا جي لبي دنگا لغوري گرتاكا فيديوي كودس بإن آرتي كتيا ديار بيتن شيخ صفوك حمادي حمش سروك هو زاطائي لدامي كونتروكا ناموصل جالية داعش ولقال هجمارة كازافجي سلوكين هوزان بيعد بداعش دان. احنا بدون الدولة الإسلامية يعني الحقيقة كنا وشفنا مرينا بظروف يعني الحقيقة صعبة حيل، احنا وعشائرنا يعني بنقول عشائرنا كل العرب. ديوي قرتا فيديو دا سلوكي هوزا طائي تفايا بشتفاني اخوا وهوزا اخوا بو داعش تكسكرو ارشن تونجي ديكتا سر بيشمرگاود بيجدن شر پیشمرگا و رافضیا دکن و قبول ناگن پیشمرگا بچنا دوروان. فما دیدون طیل علیکم، احنا مع الدول الاسلامیه بكل شيء، نقاتل الاعداء، نقاتل الروافض و نقاتل البيشمرگا، و احنا وياكم، ما نقول وياكم بالحكي، التجربة اكبر برهان، اخونا وشو مش نسوي، وهذا العرب كلهم اخوتي وعمامي، ما اقول لك اني على طيب، اخوتي كلهم حاضرين واقدر اقول لك كلهم نفس الشعور. احنا ما نقبل بيشمرق يطبنا ولا نقبل حشد يطبهم ولا نقبل الروافض يجون. لقال نزيك بونا دمي كونتروكنا باجار موصل ودايهاتنا دسلات داعش ليو باجاري شيخ صفوك طائيل لموصل هاتيا دربة ونها لباجارة كي ديجيتان كو بيشمرقا بدوراتيا زاتر جهسيه كيلومتران جيان أخوات كادا قرباني بو بارسنا خاكو خلقوي كو أوجي هوليرا پايتخت هاري ماكروسانيا افسروك عشيرتا روجا 25 فيمه لجهه كي ديار هوليرا پياماكا فيديو آرستاي كردو بيشمرقا كرو تعداد بيجتن بزوري او اخفتنا لديجي بيشمرقا بيهاتينا كرن او کرد به برای خواه نفدکتنو دیروک که دهان سالا به افراهای و ما قلته ضد قوات البیشمرگ البطلة و اهلنا في الجنوب هو ما اجبروني على قوله لان يعلم الجميع من اخواننا الكرد اننا نتمتع بعلاقات اجتماعية ومصاهرة معهم خالة وابن اخت منذ عشرات السنين، وكذلك صلة دم وقربة وعلاقات اجتماعية مع أهلنا شيعة سيدنا علي عليه السلام في الفرات الأوسط والجنوب تمنعنا من الخطأ بحقهم بأي كلام يجرح مشاعرهم، وكل أطياف وألوان الشعب العراقي العزيز على قلوبنا. اللهم أني قد بلغت، اللهم فشهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفوق حماد الحنش إصالة عن نفسي ونيابة عن قبائل طي العربية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان يوم الثلاثاء المصادف 25 أكتوبر 2016 وأشكركم. دي دمك دا صدام بيشمرقا بدست داعش وبهاريكاري هف آواي الشيخ صفوق طائي شهيد كتنا وزاران زاروكان الناس نافي باب خوار قرتينا دفيت حلويست خيزان و كسوكرن وان شهيدان و خلق كروسان چبتن لوار قرتنا في ساروك عشيرتي اخفتنا شيخ صفوك طائي و ارشنوي بو سر پیشمرگا دمك دا وزارتا پیشمرگا بهجاتا اخفتنا دو مهوانان دي برنامه كدا بريارا رومالكنا باروك انشار داعش و براسونا موصل لان ارتي قدقا كره لد همبردا نک هلویز برامبر وان آخفتن دجمون کارانه یه سلوک عشیره تا طائی ور نگرتینه بلکو گهن خواجی لی گرتینه و نهال باجر هولیر جیت سفوق حماد الحنش اصالة عن نفسي و نیابة عن قبائل طی العربية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كردستان